دلوقتي بقى هنعمل وصفه لطيفه. قلت لحضراتكم عيش السرايا لطريقه احنا متعودين عليها بالتوست الابيض، حط له اللون ونعمله بيها ويتحط عليه القشطه من فوق. احنا هنعمل حاجتين، هنعمل القشطه مش المهلبيه دي، القشطه تنفع لكتير جدا من الحلويات مش بس العيش السرايا. مش هستخدم التوست الابيض خلاص، هو حلاوته طبعا بالقشطه، بس احنا هنحط له قشطه. اللي عنده قشطه بلدي انا جايبه قشطه هي علب، دي القشطه العلب خلاص. لكن اللي عنده قشطه بلدي يخلط، لازم تتنعم، لازم تبقى ناعمه، يعني تبقى قشطه ناعمه كريمي. هعمله بطريقه يعني صديقه فلسطينيه قالت لي عليه، فانا هقول المقادير وهنحكي مع بعض ايه اللي نشيله مكان ايه وايه الطريقه العاديه وايه المختلف فيها. طيب عندنا عيش السرايا، عيش السرايا عندي توست محمص، توست محمص كوبايه ونص سكر للكراميل، وممكن تبقى كوبايه خلاص على حسب القالب او البايركس اللي هنعمل فيه. معلقه كبيره زبده، كوبايه ونص ميه، عندي كمان طبقه القشطه بقى اللي احنا هنعملها زي القشطه اللي هي اللي بايدينا هنعملها، بتبقى عباره عن يعني 4 كوبايات لبن، يعني لتر اللبن عليه 4 معالق من النشا و3 معالق من الدقيق. انا ليه حطيت دقيق؟ عشان انا مش عايزاه مهلبيه، انا عايزاها تقيله شويه تمسك، يعني تبقى طبقه تقيله. وهضيف لها 1/2 كوبايه سكر، وممكن استغنى عن السكر واحط اقل، احط مكانه عسل، وممكن احط عليه كمان علبه القشطه. لازم قوي اخلطه بالقشطه، يعني القشطه اللي انا هعملها على النار دي هخلط معاها قشطه. 3 معالق ميه زهر، الاختياري اللي مش حابب ميه الزهر يحط مكانها فانيليا مفيش مشكله. قطعه زبده، مكسرات للوش، وعندي قشطه للوش، يعني انا بحط شويه قشطه جوه خليط القشطه اللي هعملها او الكريمه اللي هعملها، وهحط شويه قشطه على الوش طبقه تانيه فوق الكريمه. حلو الكلام؟ طيب انا هستسمح حضراتكم، هنقل الحله دي هنا كده وهجيب هنا عايزه حله وسط علشان اعمل فيها على طول الكراميل. طيب خليني ايه اشوف هنا، تعالى يا حماده ادخل. طيب بصوا بقى، التوست ده توست من اللي بيتباع فين؟ في الافران، بيتباع في الافران. انا مش شرط يعني اجيب التوست الغالي اللي بيتباع في السوبر ماركت، هو الابيض، وممكن اعمله بتوست اسمر مفيش مشكله خالص على فكره، لان اوريدي انا هضيف له كراميل وهضيف له حاجات هتدي له طعم ونكهه. انا هشرب التوست ده بحاجه حلوه فهيبقى ليه طعم ايا كان هو نوعه ايه. فاي حاجه موجوده عند حضراتكم تمشي، ده من الفرن جبناه وهنستخدمه في الوصفه عادي. عندنا التوست الابيض عايزين نحمصه، هنشيل الطروف هنحمصه. في ناس بتحب تعمله او الطريقه العاديه اللي احنا التقليديه متعودين عليها، نضربه بعد ما نحمصه نقطع الطروف وبعدين نحمصه وبعدين نفرمه، يبقى عامل زي البسكوت، زي فكره التشيز كيك كقاعده. انا لا، انا عجبتني الطريقه دي قوي، انها لما بيتقطع بيبقى بالخرطه بيبقى ليه طعم ونكهه كده. البتنجان تمام شغال زي الفل. هبدا هنا بسم الله، احط اول حاجه طبقه السكر اللي هنعملها كراميل، ممكن تبقى كوبايه سكر، هحرقها كده، خليني احط كده. شيري بقى حبيبتي بتحب عيش السرايا جدا، فبتقول لي ايه انا ريقي بدا يجري، ما لسه ما عملتش حاجه يا شيكو والله لسه حبيبي للوصف بس يا حبيبه قلبي. طيب هنعمل ايه بقى؟ اهو هحرق السكر كراميل عادي الاول خلاص، وبعدين هضيف عليه حته زبده وشويه ميه، ويبقى صوص كراميل خفيف شويه، مش عايزه اعمله كراميل بس محروق، عايزه اديله ان انا اسقي بيه التوست. فانا خليني كده اجيب مثلا الطاجن ده وليكن بسم الله، نقسم بقى التوست بالشكل اللي يعجب حضراتكم. خليني كده اشوف ايه الاطوال الظريفه، ممكن نعمل كده كده كده. طبعا الافضل يبقى كله جنب بعض مرصوص عشان لما تقطعه تبقى الخرطه تمام، بس انا بقول لكم اهو اي نوع توست هيمشي الحال، اي نوع هيمشي الحال كده. ده هيطرى وهينزل دلوقتي كله مع بعضه اهو، خليني بقى احطهم هنا كده كده بس اوكي. وهبدا، ولو عندي التوست العادي عادي جدا هشيل الحروف التوست الابيض
وممكن يبقى توست اسمر مفيش مشكله. هنقلل نسبه السكر اللي احنا عاملينها دي. ممكن يبقى ربع كوبايه سكر نعمله كراميل ونحط عليه كوبايه واحده ميه، ومش لازم ندي زبده. بس الناس اللي حابه تاكل الطعم الحلو الاصلي هتعمل الوصفه دي. عايز اقول لكم ريحه الموضوع يعني حلو قوي، ريحه الباذنجان حلوه قوي ما شاء الله يعني. طيب هقلب بس تقليبه هنا كده اشوف اخباره ايه. بصوا خلاص بدا يعني، مش عايزه اسويه اهريه، انا عايزاه ماسك نفسه لانه اوريدي هو سخن، هيتقدم في الطبق سخن وهياخد شويه وقت عقبال ما يهدى، فدي عامل تسويه ليه. طيب هعمل كده، سيح الكراميل ده، وبعدين هنقول هنعمل ايه. الطريقه الثانيه لو حضراتكم حابين تعملوها، هنبقى نضرب التوست عادي جدا بعد ما يتحمص، بعد ما شلنا حروفه هناخده نقطعه كده ونحطه في الكبه، نديله لفه ونحط عليه اللون البرتقاني، نلونه الاول وبعدين نحطه بقى في البايركس. هنعمل له شربات تقيل، شربات تقيل زي السيرب بتاع الكنافه او السيرب بتاع القمه القاضي، 2:1 ميه، 2 سكر ل1 ميه، يبقى تقيل. وهسقيبيه العيش ده، وبعدين هحط عليه طبقه القشطه من فوق مع المكسرات. دي الطريقه التقليديه المعروفه. انا دلوقتي هشتغل هنا، ده هسيب ده يتحرق. خليني ايه اخد، انا هاخد الحله اللي هناك دي بعد اذنك يا احمد، هاتها لي. عايزه الحله البينك الحلوه دي بتاعت جروهي كده، واديني بقى طبق التقديم. مش مهم حاجته ولا مش حاجته. احنا مدلعينه جامد. هعمل كده اقلب، هبدا بقى اشتغل في القشطه. القشطه مقاديرها احنا اتفقنا لتر لبن. هبدا بقى ادوبه. تسلم ايديك، شكرا جزيلا. بسم الله، وهشيل دي، هشغل بقى النار اللي جوه دي ونعمل كده. هحط الاربع كوبايات لبن. بسم الله، خلاص. وعندي هنا النشا، عندي شويه السكر حبه صغيرين، مش عايزه احط كتير لان عندي كراميل حاطه له نسبه كويسه، فاحط كده معلقتين بس سكر. وخليني اقلب الويسك اللطيف ده كده. عندي هنا النشا، هقلب على البارد كله قبل ما يسخن علشان يديني خليط كويس. وهنا الكراميل اهو بدا يسيح يدوب، سيح السكر. وكده كده لما احط ميه هيدوب اي حاجه باقيه، بس انا عايزه لون كمان، لون عشان يديني الطعم. لما بيتحرق السكر ويبقى كراميل بيدي طعم حلو للتوست. خلاص دي كده النشا، وهحط معلقه من الدقيق عشان تبقى مهلبيه، مش مهلبيه، يبقى قشطه تقيله كده، تبقى جامدة. احط كريمة، عايزة ادعم بقى، واحط شوية قشطة برضو. انا عايزة طعم القشطة ده يبقى جميل، يعني القشطة تبقى طعمها حلو كده. قلبي الصغير لا يحتمل. حبيبة قلبي كده اهو، عايزة طبق لتقديم الباذنجان يعني. نقلب الكراميل، حاضر. بسم الله اهو كده، خليني ايه سخن المية هنا. بصوا حطيت كريمة، حطيت هنا في القشطه النشا، حطيت عليها معلقتين سكر كبار او ثلاثه، حطيت عليهم شويه دقيق تبدا تمسك شويه، وعندي حوالي هنا معلقتين ثلاثه قشطه برضو اهم. علشان تسلم ايدك يا احمد كده اهو، وادوب. بصوا بقى طعم القشطه ده. لازم اهم حاجه اول ما اعمل الطبقه بتاعه الكراميل واسقي التوست هسيبه شويه يتشرب، ومش عايزاه يزيد، مش عايزاه يبقى سايب ميه تحت، وانا عايزاه يبقى جاف، بمعنى انه يتشربها مظبوط على قده، مش اكتر من طاقته او اكتر من الحاجه اللي هو محتاجها. الكراميل ده اللي بيعمل المطه بقى اللي في التوست دي او الشربات التقيل لو عايزين يعملوه بالطريقه التقليديه. بصوا بقى الكراميل اهو،
انا بقلبه مع حضراتكم، وهنا شغاله القشطه. خليني احط هنا مكعب زبده، بسم الله، هنا اهو وسط هذا الخليط الكراميلي كده، وبعدين اهو تدوب، هزود شويه ميه، كوبايه ونص ميه، بسم الله، ميه سخنه، سخنت الكاتل اهو، كل ده هيدوب دلوقتي حالا، خافوش مالكم انتوا قلقانين ليه ولا ايه؟ زي الفل اهو، خلاص هسيبه يدوب السكر عادي جدا جوه الخليط الكراميل. وهنا انا بقلب ومتابعه القشطه اللي حطيت فيها اللتر لبن على 4 معالق كبار النشا، على 2 معالق كبار من الدقيق، على شويه من الكريمه، على 2 معالق قشطه، وبقلب كله لحد ما تديني قوام. بصوا هنا الكراميل، هنا بصوا في بدا يدوب اهو، كان الاول حته كبيره، بدا السكر ده يدوب، لما يدوب خالص هو ده الخليط اللي هسقي بيه التوست. قوي 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 قوي، اتفضلوا انا هستسمع حضراتكم، نطلع فاصل صغير عقبال ما ادوب السكر وتخلص القشطه. هستنى حضراتكم، مش هعمل اي حاجه الا ما ترجعوا باذن الله بعد الفاصل، مستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل بصوا السكر داب خالص ملوش اثر اهو، هطفي بقى هنا، خليني ايه اطفي دي علشان ابقى انا كده تمام في الشربات. هاخده بقى اسقي بيه البتنجان، تمام انا كنت هقدم وبعدين قلت انتظر لما حضراتكم تيجوا، انا وعدتكم مش هعمل حاجه لما حضراتكم تيجوا. حطيت شويه كزبره خضراء في نهايه الحركات، بصوا بقى البتنجان اهو ماسكه نفسها، بسم الله اهو مستويه زي الفل. الخلطه مش قادره اقول لحضراتكم عامله ازاي، الله الله. هاخد بقى لوش كده جميل وابدا اعرض فيه احط عليه شويه من الصوص القمر ده اللي تحت ده، بصوا بصوا الجمال، بصوا الصوص اهو، عايزه اقول لكم من الحاجات الرائعه كوصفه، جربوها وان شاء الله تعجب حضراتكم. حط هنا بس شويه كزبره خضراء من عينيا، يا سلام حبيب قلبي كده اهو، وصحه وهنا على قلب اللي هياكل. ان شاء الله يا رب الوصفه تعجب حضراتكم. بقلب القشطه، بصوا بس تبدا تمسك، واشيل بقى خلاص الحله القمر دي من هنا كده. شويه الصوص دول لو عايزينهم حطوهم، ما ترموهمش، حطوهم في حاجه وشيلوهم في الثلاجه، بيتغمسوا اقول لكم تعملوا عليهم ايه. شويه الصوص الزياده دول نعمل عليهم شكشوكه كده، يعني انا هاخد الصوص احطه في طاسه واعمل البيض واعمل حواليه حلقات فلفل رومي، وتطلع احلى شكشوكه بالصوص اللي احنا عاملينه اللي فيه الفلفل والبصل والثوم والجنزبيل والكركم والحركات الجاري مساله والزبادي، احلى شكشوكه. خلاص طيب هعمل كده، انا بس بتحاول تتماسك معايا، عايزاها تمسك نفسها. اهم حاجه ان انا لما اعمل طبقه الكراميل، خلي ده بقى هنا في طبق نحطه تحت ولا حاجه بعد اذنك يا احمد، تعالى يلا حط ده هنا، وانا بقلب هنا كده في القشطه لحد ما تمسك نفسها. محتاجه ادعمها بحاجه زياده هدعمها، بس هي ان شاء الله لا، الدقيق بيعمل تماسك اقوى من النشا، وانا حاطه لها للطعم كريمه، وحاطه لها 2 3 معالق قشطه من قشطه العلب، فاحلى قشطه يعني هتتحط على وش العيش الصراحي. عايزين تلونوا القشطه براحتكم، ممكن قوي نلون قشطه عيش الصراحي ونعملها هي اللي باللون الاورانج والتوست عادي اهو. طيب هاخد بقى، عايزه لوش تاني حلو كده علشان اسقي بيه التوست. هاخد بقى الكراميل احطه هنا جنبي، وهشيل ده، وادي القشطه تمام. بصوا حضراتكم مسكت كده ولسه هتمسك تاني، لازم يدخل بعد ما اشرب التوست، اسيبه يهدى شويه يتشرب، اروح ضايفه عليه الطبقه بتاعه القشطه دي واحطه في الثلاجه يمسك شويه، وبعد ما يمسك هرفعها بقى بعد اذنكم كده. خلاص
بعد ما ارفعها اسيبه بقى في الثلاجه يمسك، احط طبقه القشطه الاخيره تاكلوا احلى. بصوا بقى بسم الله، شايفين بقى الكراميل ده؟ بسم الله هعمل كده على قد التوستات الناشفين دول، نشربهم حلو. عايزين تفرموه افرموه، عايزين نعمله مفروم ونحط الطبقه دي مفرومه ونسقي بيها كده، انا ما عنديش مشكله، اللي يريح حضراتكم وتحبوه اعملوه. انا بس ايه مش عايزه، عايزه يتشرب حلو ما يبقاش فيه حاجه باقي منه سوائل يعني. خلاص كده دي كده احنا هنقطع، هتطلع قطعه تحتها زي كاننا بنعمل ديسك سبونج مثلا من كيك ايس كريم، تاكلوه قطعه تطلع معاكم حته حلوه يعني. يعني ايه بنعمل ساعات كده ايه قاعده من الكيك الاسفنجي تحت تورتات الايس كريم عشان كده. بصوا بقى الجمال، ودي الترجمه. انا بدات اعمل ايه؟ طيب كراميل القمر ده بصوا بقى هيبدا يطري، يشرب شويه اللي تحت، مش عايزه ازود تاني لانه هيتشرب شويه اللي تحت في ال ده، عشان اعرف احط ايديا بجد بقى، عشان انا ايه بحب المس الحاجه جدا بايدي كده، يعني اشتري جوانتيات تطلع مقلوبه. هو في كده في الدنيا حال كله اتقلب ولا ايه؟ مش عارف. بصوا بقى بدات تطرى، بصوا هتلاقوا بصوا اتشربت، مش عايزه بقى ازود عن كده خلاص، هي كده اتشربت وهتشرب الجزء اللي باقي وهتبقى مظبوطه جدا. لسه كمان في طبقه قشطه، خليني احط الحته اللي في الطرف دي، شويه الكراميل دول ما ترموهمش، تحفظوا بيهم في الثلاجه. خلاص نيجي نعمل اي حاجه ثانيه هتبقى ممتازه. اهو اول طبقه، يبقى احنا نقدر نعمل عيش السرايا، عيش توست بني، توست محمص، عيش عندكم لو زنقت قوي يعني وما عندكوش توست وعايزين تعملوه باي حاجه، ما تعملوه باي حاجه، ما تعملوه بعيش فينو محمص عندنا ونحمصه في الفرن ونضربه يعني، هو هيقول لا يعني؟ مش هيقول لا. بصوا القشطه اهي، ده هحط بس معلقتين صغيرين من ماء الزهر اهو، اللي مش حابب ماء الزهر ما فيش مشكله، حضراتكم حطوا فانيليا. خلاص الريحه طبعا مش قادره اقول لكم، بس انا حبيت اعملها اكراما للجميله اللي ايه قالت لي الوصفه الجميله دي كده اهو. وناخد بقى فين اللوج؟ انا حطيته في الكراميل، خليني اخده الحل يا فندم. اهي اهي يا حبايبي اتفضلوا. حاضر يا حبايبي اتفضلوا، تؤمروا. يا نهار ابيض بصوا بقى اتشرب. بص حاضر اهو، بصوا كده دي تقل الكريمه اهي، اي ده السماكه بتاعه الكريمه، وانا حاطه لها قشطه وكريمه. بصوا بقى قبل ما احط، معلش بعد اذنك مخرجنا الجميل، بصوا اتشرب اللي في القاع ازاي، ما بقاش فيه بقى بواقي تحت، والتوستايه بقت خلاص اهي. شكرا، انا مش عايزه اسقيه اكتر من كده. هبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، واحط هنا الطبقه اللطيفه دي. دي طريقه مختلفه عن عيش السرايا اللي احنا بنعمله في مصر. خلاص لازم بقى طبقه القشطه الاولانيه اللي احنا عملناها دي تدخل الثلاجه الاول بالبايركس ده. عايز اقول لكم حطيت فيها معلقتين سكر، 4 كوبايات من اللبن، نص كوبايه من الكريمه او كوبايه كريمه، 3 معالق قشطه، 4 معالق نشا، ومعلقتين كبار من الدقيق، عشان انا مش عايزاها زي المهلبيه، انا عايزاها قشطه. دي تنفع لاصناف تانية، تنفع جدا اي صنف عايزين تعملوه، عايزين تقلوا كتروا نسبه الدقيق وتبقى تتحط جوه الكنافات، جوه حشوات حاجات شرقي ماسكه نفسها. خلاص طيب القشطه بقى اللي هي الكدابه اللي دايما بناخد منها مصل اللبن شويه، وناخد القريشه منه ونخلطها مع المهلبيه العاديه، نعملها تانية مرة إن شاء الله. بسم الله شيل بس ده، نعملها مرة تانية إن شاء الله علشان حبايبنا اللي حابين يعملوا أصناف بيها. مفيش مشكلة خالص، أبدأ بس كده أخد الجوانب، عايزة الفايركس يبقى نضيف هنا من عيني يا حبايبي، هشيل كل اللي انتوا عايزين كده، وبعدين ناخد هنا وهنا
طيب شايفين بقى، بصوا ههزه شويه، ههزه شوفوا ده هيدخل الفريزر مثلا ربع ساعة، لازم يمسك ربع ساعة. عندي بقى هنا أنا القشطة اللي أنا عايزة أحطها على الوش، المفروض اللي هي بعد ما يطلع منين؟ من الفريزر أو من التلاجة، يقعد مثلا ساعة ولا حاجة، يمسك بقى نفسه، تقفش عليه الطبق. طبقة المهلبية أو القشطة اللي احنا عملناها دلوقتي وصبناها فوق التوست اللي احنا سقيناه بطبقة الكراميل اللي عملناه مع بعض، المفروض الطبيعي ان انا ادخلها الثلاجه تقعد على نص ساعه ساعه، او في الفريزر ربع ساعه تلت ساعه تمسك، يعني انا عايزاها تبقى ماسكه، وبعدين ابدا احط على وشها ايه؟ القشطه عشان ما تسحش، فتبقى طبقه القشطه مديه طبقه، وبعدين احط المكسرات. خلاص اللي عايز يدعم طعم، انا عشان حطيت قشطه وحطيت كريمه ما حطيتش زبده، لكن الزبده معلقه الزبده ممكن نحط معلقه زبده اذا احنا مش هنضيف جوه القشطه لا قشطه ولا كريمه، ممكن ندعم بطعم معلقه واحده زبده. دلوقتي انا اهو القشطه، بصوا حضراتكم المفروض ده يبقى ماسك بقى، فانا اعرف افردها على الوش. عايزه بقى ايه؟ سباتولا. عايزه بس ايه؟ سباتولا خفيفه كده. السباتولا دي ممكن نفرد بيها، طبعا ده لازم يكون بارد، بس انا طبعا مضطره بقى ايه احط كده طبقات القشطه القمر دي على قد ما اقدر اهو، وتبقى على الوش، بس لازم يبرد، خلينا متفقين. ماشي الكلام؟ لازم تبقى برد كده. ازها بس كده على الوش، وهبدا بقى احط عليها كمان الايه؟ المكسرات، القمر، اي بقى حاجه، طبعا اللي هما بيستخدموا الفستق الحلبي، فستق الحلبي القمر ده، اللي ما عندوش يحط اي حاجه حضراتكم بتحبوها، مش مشكله يعني، اختيار ليكم، اللي موجود في البيت يتعمل بيه اي حاجة. طبقة جميلة، بحاول بس ايه اعملها بالراحة عشان مش عايزة اخدش الكريمة، فتبقى طبقة القشطة ظاهرة معايا وشكلها لطيف اهو. طبعا لو في التلاجة هتبقى دي بالنسبة لحضراتكم في التلاجة، اول ما تجمد هتحطوا الطبقة وتفردوها في ثانية، لان دي خلاص الطبقه اللي تحتها تبقى طبقه جامده، قادرين تتحكموا في انكم تفردوا فوقها عادي جدا. انا بس عشان كله سخن وعايزه برضو اوري حضراتكم الشكل العام، فايه مستعجله شويه. طبعا باين درجه بقى القشطه دي طبعا من الكريمه او القشطه اللي احنا عاملينها بايدينا من تحتها. طبعا القشطه دي لو في قشطه بلدي بقى هنضرب القشطه البلدي مع معلقه كريمه او معلقتين كريمه صغيرين، بس خليها كده لينه زي اللي انا بحطها دي، عشان القشطه البلدي حضراتكم عارفين شويه قوامها متماسك. ماشي الكلام؟ بصوا بقى الجمال كده، خليني انضف بقى حوالين البايركس، اظبطه. بسم الله. ده اوكي، وبعدين هنا وبعدين كده اهو تمام. هعمل ايه بقى؟ هاخد، حاضر كده، فستق، وادي اللوز. عايزين تحمصوا اللوز براحة حضراتكم جدا. مكسرات بقى زي ما انتم عايزين، اللي عايز يغير ماء الزهر ويحط مكانه ماء فانيلا ماشي ماشي، يعني الطعم اللي يريحكم اعملوه. انا بس اديت حضراتكم فكره مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. الطبيعي ان القشطه دي لو بارده كنت اقطع لحضراتكم دلوقتي بالقطعه، هتطلع بالقطعه ماسكه نفسها فوق بعضها، جميله جدا، قطعة تخينة وحلوة. فكرة الكراميل اللي سقيت بيه التوست قلت لانه مش شرط نعمله بتوست، يعني ما ممكن اي حاجة موجودة عندي. بالنسبة لي بتديني طعم لاي حاجة انا هحطها. طيب ادي كده اهو، وده عيش السرايا.